السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس أحمد، واحنا في درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم SOLIDWORKS. درس النهاردة هنتعلم إزاي نعمل موف على ال 2D سكتش. هنيجي في الفرونت بلان سكتش وهنرسم مثلا ريكتانجل هنا كده. طيب أنا دلوقتي عايز أحرك الريكتانجل ده من النقطة دي أخليه عند نقطة الأوريجين دي مثلا. هاجي أعمل إيه؟ هاجي من هنا موف، تمام؟ هيقول لي entities to move، انت عايز تعمل move لايه بالظبط؟ هقول له انا عايز اعمل move اعلم على كل ده كده، اعمل selection على كل ده واقول له هنا from to. الباراميترز هنا from to، لو قلت له start point لو دوست جواها، لو قلت له دي start point بتاعتي كده هلاقي نفسي بتحرك. اجي اقول له ده هنا ال end point بتاعي. طيب control z كده وهاجي اقول له move تاني، بدل الفرونت 2 هقول له اكس واي، يعني انا همشي عندي دلتا اكس ودلتا واي. دلتا اكس يعني انا مثلا هقول له اتحرك لي في دلتا اكس مثلا 30 مللي، وهو كده اتحرك اكس 30، وهقول له مثلا واي 30، يبقى كده هو اكس 30 وواي 30. طب لو قلت له ريبيت من هنا كده هيزود لي، هيبقى ايه 60 و60، 90 و90 وهكذا. يبقى كده هو بيزود ايه بالتلاتينات او بيزود بالارقام اللي انا حطيتها له. يبقى انا كده معايا حاجتين، اول حاجه الفروم تو بختار من بوينت لبوينت، والاكس واي بختار الدلتا اكس ودلتا واي. طبعا اللي عملناه في الريكتانجل هنا مثلا ممكن نعمله على سيركل مع ريكتانجل عادي جدا. خلاص اي بقى سكتشز عندي إيه لو علمت عليهم كلهم كده، وهقول لهم فروم تو مثلا هنا لهنا كده هننقل الشكل بتاعي بالكامل. يبقى ده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يقدر يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك ليرنس ادورس عربيك، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. الدرس جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.